تمر علي الأيام وأنا أجد لذة للطاعة وأشعر بقربي من الله، ولكن بعد مدة تختفي وأحزن لذلك. وسؤالي: كيف العمل للحفاظ على ذلك، وما هو سبب فقدها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن القلوب ساعة وساعة، أنها بعض الساعات يكون عندها رقة ورغبة في الطاعة وخوف من الله ورجاء لثوابه، وأحيانا يأتيها شيء من الغفلة. فالقلوب لا تدوم على حالة واحدة، ولكن الإنسان يحاول، المؤمن يحاول حضار قلبه دائما مع الله سبحانه وتعالى، ويكثر من ذكر الله عز وجل، من تلاوة كتاب الله، ومن صلوات النوافل، حتى يلين قلبه وحتى تنقاد نفسه للطاعة والمداومة عليها وتستلذها، لأن الشيء بالاعتياد وترويض النفس، هذا هو العلاج. أن الإنسان يروض نفسه على طاعة الله وعلى ذكر الله ويكثر من ذلك حتى تعتاد ذلك نفسه وتتلذذ به. وعليه أن يتجنب الشواغل التي تشغله عن ذكر الله عز وجل، يبتعد عنها أو يقلل منها حسب إمكانه، هذا هو العلاج بإذن الله. فيكون تلذذ بطاعة الله، تقرب إليه مكتسبا بطريقين أو بأحد طريقين: الطريق الأول الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من العبادة، الطريق الثاني التقلل من الشواغل التي تشغله عن ذكر الله عز وجل وتجنب المعاصي، وهذا شيء مهم. هو الثالث تجنب المعاصي، لا سيما أكل الحرام، فإن ذلك يقسي القلب ويبعده عن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.